ربيان، حط قطيرو، بهارات برياني حارة، قفشة كبيرة، بهارات برياني قفشة كبيرة، معجون زنجبيل، معجون ثوم، معجون برياني من شركة MF، معجون مسالة، ربع كوب دهن، ملح، نزل بصل شرايح، نزل خلطة الربيان، حط الماء لنغطي الربيان. نقصر عليه خليه لما يستوي الربيان. اللي زاد من صلصة الربيان حط شوي قاعد الجد، حط العيش، بطبخ 3/4 طبخة، فون اخضر، شوي زعفران، حط احمر، ماي كاري، نقصر عليه نخليه ربع ساعة لما يطبخ على نار هادي، شوي بقدونس، ننشب العيش، ننشب مرق البرياني، ربيان، شوي بقدونس، الطبق وايد وايد شريف.